بس حضرتك اخترت؟ اهلا وسهلا. اخترت ولا لسه؟ لا انا لسه بصراحه. حاضر منك حاجه بس لو سمحت تقرا لي بس الحاجات دي ايه وسعرها ايه؟ اقعد اقرا حضرتك المنيو؟ يعني لا اقرا لي اللي انا مختاره، يعني انا ما بعرفش اقرا. دي مشكلتي يا استاذ، يعني انا دلوقتي اقف جنب حضرتك اعمل ايه؟ انت تقرا لي قول لي. لا يا استاذ ما اقدرش طبعا اقف جنب حضرتك اقرا لك المنيو، انا في زباين تانية عايزاني. وكمان ما بتعرفش تقرا؟ الناس كانت بتسمع الكلام وهي في حالة صدمة من أول لحظة. سيد أولا مش طالب منك أكتر من المساعدة، إنك تساعدني. يا أستاذ تساعدني تشوف أنا عايز إيه وتقول لي ده متكون من إيه. يعني حضرتك معطلني والزبائن دلوقتي، يعني الأستاذ مثلا قاعد بقاله شوية. طب يا حاج أنت ممكن تشوف الصور وتطلب يعني بالشكل لو مش عارف تقرأ يعني. في بره هنا مطاعم تانية أو في عربية فول بره برضه ممكن حضرتك تاكل منها. أنت واحد مش عارف تقرأ مش هتفهم اللي في المنيو. انا عايز افهم ازاي بتدخلوا الناس دي. الموقف كان صعب ومؤثر على الناس، اكيد هيكون في ناس رد فعلها مختلف. يا رب يحفظك ويخليك ماشي. انا من ده عمال يتكلم معايا كلام فاضي. انا هحاول اساعده لغايه ما تيجي انت. يعني في سنك ده يكلم واحد قد ابوه بالاسلوب ده؟ اكيد باسلوب ايه يا حاج؟ ربنا يخليك. لا يعني عارف الاستاذ كده عمال يتكلم معايا. يعني ما انت ما بتعرفش تقرا غريب، انت يعني انت بتاع حضانه اهو. هي دي الصدمه. انت جاي تتعلم هنا؟ اخس عليك اخس عليك تكلم واحد قد ابوك بالاسلوب ده. انا ابويا متعلم، ابويا مش زيك ما بيعرفش يقرا. مش عيب عليك الناس تقعد تعلمك كده؟ انت متعلم ولا مش متعلم؟ مشكلتك ايه طيب؟ هو انت ايه اللي مزعلك يعني؟ انت ليك طلبك يا باشا يجي وخلاص. ما تكلمنيش كده. انا بتقابل هو مضيع وقتي دلوقتي بسبب ان هو مش فاهم المنيو. انت اللي مش فاهم المنيو. هينزل يقعد على قهوه بلدي يا عم. تنزل انت تقعد على قهوه بلدي تمام. تتكلم كده ليه؟ انت مجنون انت. هي لحظه لازم تاخد فيها القرار الصح. انا مالي انا متعطل. انا مالكش دعوه. انا متعطل ماشي. ما هو في 100 واحد شغال. فين انا بقى لي ساعه ما حدش جاي. ماشي هو بقى لما اخلص براحتي يبقى يجي. مش فاهم ما تروح تشوف لك حضانه يا حاج اتعلم فيها. احنا بنجيب من الحضانه. ما دول المدرسين بتوعك يدخلوا واحد جاي لازاي هنا. انا معطلني. انا معطلني. هو جاي وانت مش متوقع. ايوه حاج مدير لان انا مش قاعد مرتاحه في البوتيك. انا مش معاه على فكره. انت كده انت فاهم. بقول لك ايه لو كلمتي بعدين هضربك. انا عايز مدير المكان. تعال ما ايوه انا فعلا هو والدي. انا فعلا انا والدي مش جاي اصلا. يا عم انت بني ادم مش متربي اصلا. لا انا الحمد لله متربي أبو... على الاقل على الاقل ابويا متعلم. تعال هو ايه ده عشان ما اعرفش. لا ما ينفعش بعد اذنك. السلام عليكم. استهدى بالله. استهدى بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بس اشرح لك ده موقف تمثيلي وانت كنت معانا في برنامج الصدمه واحنا اسفين ان احنا عصبناك للدرجه دي بس يعني ايه الهدف نبيل كده زي ما بيقول. انا بس ممكن اخد من وقتك ثواني؟ لا اتفضل. اسالك انت ايه اللي سخنك قوي للدرجه؟ ان هو راجل كبير وعمال يغلط فيه وما ينفعش. والله هي قله تربيه زي ما انا قلت له في الاخر. يعني هي قله تربيه. لو متربي كان يعتبره زي والده ممكن يبقى في نفس الموقف ده وما يعملش كده. الشخص كان مستفز. هو ما كانش مريح ليا. يعني انا حطيت نفسي في مكان الشخص سواء بقى هو كبير او صغير. حسيت ان انا مش هبقى انا مرتاحه فما عرفتش اسكت بصراحه. لما الحاج كان بيقول له عيب تتكلم مع واحد زي والدك بالشكل ده قال له انا والدي متعلم. اول حاجه حسيتي بيها ايه بعد ما سمعتي الجمله دي من الشخص؟ هو يعني في ناس كتير اتمنى ان هو يبقى بابا موجود. يعني